الجل اللي هو واحد من الركاب الأقوياء جدا في هذه السنة أيضا. تنطلق الآن هذه المسابقة عن رقم واحد اللي بدأ بداية جيدة في هذا السباق، رقم أربعة اللي كينطلق في المرتبة الأولى، هناك كذلك رقم ستة زمن إيتران، ثم كذلك رقم واحد نارشيس في المرتبة الثالثة فلومبويا، ورقم خمسة محاولة كذلك ليصعد من الجهة الوسطى من جانب رقم جوج قمر، بينما في المرتبة الأخيرة رقم ثلاثة إيكتور البوراق. عنتر الآن في المرتبة الأولى، رقم أربعة زمن إيتران، رقم خمسة المرتبة الثانية، رقم واحد نارجيس في الصف الثالث، صف الرابع فلومبويون، رقم خمسة الصف الخامس هناك إيكتور البوراق، والصف الأخير قمر رقم جوج. لحد الآن بالنسبة لهذا الشوط هذا هو لحد الآن الترتيب، كل من زمن إيتران ونارجيس مطاردين، لعنتر رقم أربعة اللي مازال في المرتبة الأولى لكن مازال المسافة طويلة 2100 متر في ست مشاركين، تكون الامور نوعا ما يكون الحذر في هذا السباق لحد الان، فالكل كينتظر الفرصه ديالو في الامتار الاخيره، حتى شي واحد ما كيبغى بغى انه يقتل الحصانه ديالو الان، بما انه سباق ديال النفس الطويل، الكل في انتظار الامتار الاخيره باش هو الفرصه للانقضاض على الصداره، الخروج مفاجئ منذ البدايه يخليك عرضه ل الهجوم من طرف المشاركين الاخرين، خصوصا انه عدد المشاركين فهو صغير، ما كاينش نوعا ما اكتضاض، وبالتالي كل المشاركين عندهم فرص باش انهم يمشيوا على خط مفتوح للانطلاقه. الان بدات السرعه كتزاد بالنسبه لهذا الخويا المشارك عنتر، بدا كيزيد من السرعه ديالو، الان كنشوفوا الانطلاقه ديال رقم واحد نارجيس كذلك كتزيد من السرعه ديالها، زمان يترن كذلك رفقة تركيب عبد الرحيم في الدور كيزيد من السرعه ديالو من جهه الحاجز، ولكن كيوجد الممر مغلوق امامه، هناك عنتر بالتالي كيتاخر، ربما يحاول ينطلق من جهه اخرى، شيء اللي يزيد عليه الوقت اكثر فاكثر، بينما مشاركين اخرين سريع جدا كنارجيس رقم واحد تستغل الفرصه، عبد الرحيم في الدور اللي كيقرر على انه يبقى على نفس المسار، وبالتالي هنا كينافس بقوه رفقه عنتر، وكذلك رقم واحد نارجيس، عبد الرحيم في الدور كيحاول ينطلق رفقه نارجيس، ثم كذلك محاوله من جانب كذلك رقم جوج قمر اللي كتحاول كذلك تنطلق من الجهه الخارجيه في محاوله للصعود، فلومبويون اللي كذلك غينضم للقائمه لفوز بعد سباق نارجيس، رقم واحد تنطلق كذلك رفقه هناك فلومبويون، رقم خمسه منافسه قويه جدا بين رقم واحد وكذلك رقم خمسه، انطلاقه ممتازه ديال رقم واحد نارجيس في محاوله للفوز بعد المسابقه، دور رقم خمسه فلومبويون في محاوله اخيره، لكن نارجيس غادي تفوز بهذا الشوط، اذا نارجيس تتفوق في هذا المسابقه.